قرار تعطيل الدراسة هو قرار احترازي عشان سلامة وصحة ولادنا الطلاب، لكن كمان التعلم مهم جدا، وعشان كده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة أن طلابنا يقدروا يوصلوا للمواد الدراسية من البيت من خلال موقع بنك المعرفة المصري عشان يذاكروا بطريقة سهلة وبسيطة لكل طلاب مصر في جميع المراحل الدراسية، ابتدائي، إعدادي، ثانوي. دلوقتي ومن أي مكان تقدر توصل للمحتوى التعليمي اللي بيقدم لك شرح وافي لجميع المواد. ادخل على موقع study.ekb.eg، وخلال فترة تعليق الدراسة في المدارس تقدر تدخل على الموقع من غير ما تحتاج تنشئ حساب. هتلاقي صفحة فيها كل المواد الدراسية، اختار المادة اللي عايز تذاكرها، وبعدين اختار السنة الدراسية بتاعتك. هتظهر لك مصادر تعليمية مختلفة من فيديوهات وصور وغيرها بتشرح الدروس والمواضيع الخاصة بالمادة اللي اخترتها، وتساعدك تفهم وتتعلم بطريقة سهلة وبسيطة. يعني مثلا دي معاني النص في مادة اللغة العربية لطلاب رابعة ابتدائي، وكمان في شرح للنص ومواطن الجمال وتدريبات على الدرس، وفي مادة العلوم مثلا لأولى إعدادي ملخص لدرس الاتحاد الكيميائي، وهتلاقي فيديو تفاعلي عن القوانين الخاصة بالدرس. والطلاب أولى وتانية ثانوي تقدر تدخل على منصة إدارة التعلم LMS المتاحة من خلال الموقع lms.ekb.eg، والدخول مستمر بنفس بيانات الحساب الخاص بكل طالب واللي تم توزيعها من خلال الوزارة. هتقدر تذاكر بالاستعانة بالدليل الدراسي، هتلاقي عليه المحتوى الإضافي المربوط بالمنهج لجميع المواد، وتقدر كمان تراجع الدروس وتختبر فهمك للمواضيع. ويقوم فريق تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم المصرية بالعمل المستمر على تطوير الموقع والمحتوى المتاح من خلاله للتأكد من سهولة وصول الطلاب للمحتوى اللي بيساعد على فهم الدروس واستيعاب نواتج التعلم الخاصة بيها. وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، لأن صحتك أمانة واستمرار عملية التعليم والتعلم، لأن تعلمنا حياة.